السلام عليكم، سأروي لكم قصة المحاربين. هم من الجزائر، أرض 1.5 مليون شهيد، في طريقهم إلى الأراضي الصحراوية القطرية للفوز بكأس العرب تحت قيادة مجيد بوقرة المدرب الشاب الذي جهز الفريق في 3 أيام، وسيقود المجموعة المكونة من لاعبين مرعبين: بغداد بنجاح، يوسف بلايلي، ياسين إبراهيمي، رايس بولحي والآخرين. الجزائر في مهمة صعبة على الأراضي القطرية. المغامرة بدأت مع الإخوة السودانيون في المباراة الأولى لدور المجموعات. ملعب أحمد بن علي احتضن المباراة وهو في مدينة الريان بهندستها المستقبلية. الظروف كانت رائعة لخوض مباراة كرة قدم، درجة الحرارة لا تفوق 28 درجة. تركيز كبير عند اللاعبين الجزائريين، وعبد القادر بدران المدافع القوي أحسن مثال لذلك. حان وقت النشيد الوطني الجزائري قسما بالنازلات الماحقات، وعندما أكملوا النشيد وكأن المنتخب الجزائري متفوق بهدف مقابل صفر، وكما نقول بالدارجة الجزائرية رانا ضربناهم بحبة. بقر المدرب الشاب أمام فيلود مدرب بالفريق السوداني الذي يتساءل كيف سيفعل أمام الأرمادة الجزائرية. بدأنا نهدي الدفاع السودان مع لقطة بنجاح الذي كان في وضعية تسلل. بنجاح بدأ الدورة بالاحتجاج على الحكم. مجيد بوقرة أمره بالسكوت والتركيز. 5 دقائق من بعد بنجاح، تركيز تام، توقيت رائع وهدف مهم جدا. الجزائر تنطلق، وتعليمات بوقرة اتجاه بنجاح كانت موفقة. أمره بالتركيز، ركز، سجل. في هذه المقابلة إبراهيمي كان السم القاتل للفريق السودان، احتفاظ بالكرة، مراوغات، كان في بعض الأحيان احتفاظ سلبي، لكن هذه طريقة لعب إبراهيمي التي أدت إلى فرصة سانحة للتسجيل للسوداني الذي ضيع وجه لوجه. فيلود مدرب السودان كان في قمة الغضب، وكما نقول بالدارجة الجزائرية حكمته الخلعة. كانت عندنا بعض الصعوبات، تضيع الكرة في وسط الميدان، سوء التركيز ونقص الانسجام. في هذه اللقطة سعيود لعب الكرة مع بونجاح الذي ضيع الكرة، السودان تحولوا إلى الهجوم، لكن سرعان ما استرجعنا الكرة بفضل الدفاع. الفريق السوداني لم يستطع الكفاح أمام المنتخب الجزائري، وأضفنا الهدف الثاني بفضل بونجاح مرة أخرى إثر تمريرة حاسمة من إبراهيمي. أضفنا الهدف القاتل إثر ركنية من إبراهيمي ورأسية محكمة من بلعمري، وبهذا الهدف حسم الأمر. بونجاح خرج غاضبا، كان يريد تسجيل أهداف إضافية. إبراهيمي أيضا خرج غاضبا، ليس للأهداف، لأنه كان يريد المراوغة أكثر. في الشوط الثاني دخلنا بقوة، ضغط عالي من السوداني الذي أضاف الهدف الرابع، فرحة عارمة لكل المنتخب الجزائري بعد تسجيل الهدف لسوداني الذي غاب عن الفريق الوطني منذ فترة طويلة. المباراة انتهت لصالح الفريق الوطني الجزائري ب4 أهداف مقابل لا شيء، سيطرة تامة من الجزائر، تقريبا 60% استحواذ و19 تسديدة. الجزائر فازت بالمعركة الأولى.